قال محسن سميكة رئيس تحرير موقع الموقع إن مصر تقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة بعد الدعوة لإطلاق الحوار الوطني. حالة مهمة، السيد الرئيس ألقى بحجر في المياه الراكدة منذ الدعوة 26 إبريل. أنا بأرى أن مصر كانت في إطار وأصبحت في إطار آخر بعد هذه الدعوة. الوضع السياسي بالتأكيد بينعكس على الوضع الاقتصادي، بالتأكيد بينعكس على أوضاع أخرى. حينما يكون هناك مجال في هذا الحوار الوطني لحديث من كل السياسة، من كل المهتمين بالعمل العام والحالة العامة، لأن الموجودين هي مش بس رؤساء أحزاب سياسية، موجودين هنا رجال قانون ورجال اقتصاد ومشرعين ونواب وكل فئات وطوائف المجتمع. إذا بنتكلم على واحدة من أهم الملفات زي ما حضرتك ذكرت، وهي قانون حرية تداول المعلومات، واحدة في أمس الحاجة للتشريع خلال الفترة المقبلة. مصر كدولة كبيرة، مصر كدولة عظيمة رائدة لها دور في المنطقة، لابد من إيجاد هذا التشريع بشكل عاجل وضروري، لأنه للتنظيم رقم واحد قبل ما يكون إفادة للمجتمع هو إفادة أيضا للدولة بشكل عام في شكلها الرسمي وفي إطارها الرسمي.